منظومة الإنتاج، لأنه يعني قبل كي نحكيو على منظومة الإنتاج وكأننا نحكيو في جمهورية أفلاطون، معناها الناس ماهيش مصدقتنا. اليوم احنا في وضع ما قينا إلا منظومة الإنتاج بتاعنا، فبالتالي لابد من الحرص على نسأل السيد الوزير. عشر دقائق بعد السبعة على أمواج إذاعة رباط FM. مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريكاب رباط FM. ريكاب كورونا، ما يستجد على الساحة التونسية، على الساحة الصحية، ما يستجد في الجهات، في مختلف الجهات فيما يخص انتشار فيروس الكورونا، عافينا وعافاكم الله. دونك نحكي ونستهلو بالندوة الصحفية الأخيرة اللي عملها السيد وزير الصحة دكتور عبد اللطيف المكي، اللي حكي فيها على عدد الحالات المضافة الكونفيرمي للمصابين بفيروس كورونا. دونك وزير الصحة اليوم في الندوة الصحفية قال كونه أغلب الحالات أصبحت محلية، وهذا هو الاختر. قبل كانت أغلب الحالات وافدة، دونك توا أصبح العكس، لأنه المحلية نحكيه على الانتشار الأفقي، دونك الوريزونتال هو كي بلو دانجرو. علاش؟ خاطر ما نعرفوش شكون لعدانا، ما نعرفوش منين جانا. دونك يلفو كونسيديري لهنا، يلزم نعتبرو الناس كلها بوزيتيف، الناس كلها عندها كورونا باش نعرفو كيفاش نتصرف. دونك قال الوزير كونه احنا قاعدين نجنيو في ثمار عدم التزامنا بالحظر الصحي وباتخاذ الاساليب الوقائيه. بالنسبه للعدد اللي صرح به السيد وزير الصحه اليوم، قال كونه عندنا 59 حاله ايجابيه اليوم من 229 تحليل، يعني قرابه الربع، وهذا ارتفاع ملحوظ ومخيف ومرعب للعدد نتاع المصابين بالكورونا. العدوى افقيه. قال كونه عندنا الكل في الكل 173 حاله مؤكده من بين 1454 تحليل المخبري، متقسمة كالآتي: تونس 48 حالة، أرمينيا 31 حالة، بنعروس 17 حالة، مدنين 12 حالة، صفاقس 7 حالات، قبلي 5 حالات، تطاوين 6 حالات، سوسة 13 حالة، المستير 13 حالة، بنزرت 4 حالات، جابس 4 حالات، منوبة 3 حالات، القيروان 2 حالات، المهدية 3 حالات، نابل 2 حالات، زغوان 2 حالات، وقفصة حالة وحيدة. هذا حسب الانتشار في المختلف الولايات. عندنا حالة شفاء وحيدة على لسان سيد وزير الصحة. كيف بلغ دكتور عبد اللطيف المكي اليوم رسالة بالنسبة للعائلات اللي عندهم مريض راقد في السبيطار بسبب الكورونا، يقول لهم راهو المريض يبرى على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الشفاء السريري، معناها ما عادش يولي عنده ضيق نفس، ما عادش عنده كحة، ما عادش عنده سخانة، لكن راهو ما يبرى من ناحية الفيروسية، لكن راهو ما يبرى من ناحية الفيروسية إلا ما يولي التحليل متاعه نيجاتيف بعد مدة أخرى. دونك يقول كونه الكونديتا تونير متاع وزارة الصحة ان ما نسيبوش الناس وهي مازال عندها الشارج فيرال، معناها مازال عندها الفيروس في بدنها، معناها التحليل متاعها مازال ايجابي، رغم اللي هو تشفى سريريا، وعائلته كيف معناها ما تقولش هو فك علينا هو براخ نخرجوه ولا خروحوا به، راهو وقت اللي نسيبوه هو مازال عنده الفيروس موجود في التحليل، هذا يتسمى ما كملش العلاج متاعه. ولذلك لازم الناس تصبر شوية حتى نعملوا له زوز تحاليل اخرين اللي هي تطلع نيجاتيف، وقتها نجموا نسيبوه واحنا مطمئنين. هذا شنو قال السيد وزير الصحة، أهم ما قاله في الندوة الصحفية اليوم. دونك نرجع ونحكيه كيف على ضيوفنا اليوم. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف السيد مراد بن صالح الكاتب عام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي، نحكيه على سجيل العمل بوليميك كبيرة البارح في ولاية المنستير وبالتحديد في الوردانين، في مدينة الوردانين. كيف يكون معنا عبر الهاتف أيضا سيد أحمد غديرة، وهو الرئيس السابق لجمعية أزرق الكبير وعضو بالمجلس البلدي بالمنستير. باش يكون معنا كيف عبر الهاتف السيد وادي القيروان سي محمد بورقيبه، نحكيه على اخر التطورات واخر الاجراءات المتوخات في ولايه القيروان، والحمله اللي عملها سيد وادي القيروان على الانتصاب الفوضوي وعلى غير محترمي قانون الحظر الصحي وحظر التجول. كيف باش نختموا مع سيد رئيس بلديه المنستير سي منذر مرزوق، يكون معنا مباشره عبر الهاتف، نحكيه على اخر المستجدات فيما يخص المجلس البلدي بالمنستير والقرارات اللي اتخذها ازاء هل الوباء هذا، عافانا وعافاكم الله. هذا هو تقريبا اللي باش نحكيو فيه اليوم. نخرجوا مع اول نغم ثم نعود.